الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حل التمرين الثالث من شهادة تعليم متوسط 2013. نقرأ التمرين جيدا لنفهم الأسئلة ونجيب بالشكل المطلوب. لدينا ABC مثلث قائم في B، حيث أن ضلع AB يساوي 4 سنتيمتر وضلع CB يساوي 8 سنتيمتر. هنا إنشاء المثلث إنشاء بسيط جدا، بحيث أن الزاوية القائمة في B ولدينا ضلعان AB و BC. لتكن ام نقطة من الضلع BC، حيث BM تساوي BC على 4، أي 8 على 4. 8 على 4 هي 2. المستقيم دلتا العمودي على BC في النقطة ام يقطع الضلع AC في النقطة H. أولا أحسب الطول MH، ثانيا أحسب تانجنت الزاوية AMB واستنتج قيس الزاوية AMB بالتدوير إلى الدرجة. هنا نقصد بالتدوير إلى الدرجة، أي بالتدوير إلى الوحدة. وهذا السؤال هو سؤال واحد، يعني في حالة إذا ما أردنا حساب قيس الزاوية يجب أن نحسب تانجنت. إذن هو سؤال واحد. نبدأ أولا بإنشاء المثلث ABC. لاحظ معي أن المثلث ABC قائم في B، هنا 4 سنتيمتر، أي AB 4 سنتيمتر وBC 8 سنتيمتر. ودائما ويفضل استعمال الورقة المليمترية حتى تكون الإنشاءات دقيقة. إذن لتكن آم نقطة من الضلع BC. أين هو ضلع BC؟ هذا الذي طوله 8 سنتيمتر، حيث BM تساوي BC على 4. BM تساوي BC على 4. بالتعويض العددي نجد أن BM تساوي 8 على 4، أي أن BM تساوي 2 سنتيمتر. إذن أين هو طول BM؟ هذه B وM نحسب 2 سنتيمتر، أي 1 2. نضع النقطة M هنا، بحيث يصبح هذا الطول كم؟ 2. ولدينا الطول الكامل BC كم؟ 8، أي أن هذا الطول كم يصبح؟ يصبح 6. سنحتاجه في السؤال الأول. نكمل الرسم. المستقيم دلتا العمودي على BC في M. إذن هذا BC وهذا M. نرسم مستقيم دلتا عمودي على ماذا؟ على BC في M، أي أن الرسم يكون كالآتي. لدينا المستقيم دلتا العمودي على ماذا؟ على BC، أي أنه يشكل زاوية قائمة مع BC. وفي هذه الحالة نلاحظ أن المستقيم AB يوازي المستقيم دلتا، سنحتاجه في السؤال الأول كذلك. نكمل الرسم. يقطع الضلع AC، هذا الضلع AC في ماذا؟ في النقطة H. إذن في النقطة H، إذن هذه هي النقطة H. نبدأ بالإجابة عن أول سؤال. 1. حساب الطول MH. بالتدقيق جيدا في الشكل نلاحظ وجود مستقيمان متوازيان. إذن لدينا المستقيم دلتا، كذلك المستقيم AB الحامل للضلع AB. هذا المستقيم يوازي المستقيم دلتا. لماذا التبرير؟ لأنهما عموديان على المستقيم BC. ماذا نحتاج أيضا؟ نحتاج كذلك إلى مستقيمان متقاطعان. لاحظ معي المستقيم هذا AC، هذا والمستقيم BC يتقاطعان في النقطة C. جيد، هذا الشكل يذكركم بخاصية طالس. إذن سنستعمل خاصية طالس. ماذا تقول خاصية طالس؟ تقول أنه إذا وجد مستقيمان متوازيان ومستقيمان متقاطعان قاطعان لهما، فإنه توجد ثلاث قصور، توجد ثلاث قصور ما بها متساوية. إذن نكتب: بما أنه يوجد مستقيمان متوازيان، ما هما؟ AB يوازي MH،
ولدينا مستقيمان متقاطعان آخران اللذان هما AC و BC. فإن يوجد 3 كسور، تبع معايا مليح. الكسران الأولان، هذان الكسران الأولان خاصان بالمستقيمان المتقاطعان، معناتها المستقيمان باللون الأزرق. أما الكسر الثالث فهو خاص بالمستقيمان المتوازيان. إذن في هذه الحالة كيف نقوم بكتابة الكسور الثلاث؟ نأتي عند المستقيمان المتقاطعان، وبالتحديد عند نقطة التقاطع، معناتها عند النقطة C. نعين الكسر الأول، وذلك عن طريق استعمال المستقيم الأول، والذي هو هذا المستقيم. أي لاحظ معي جيدا، نكتب الضلع الصغير على الضلع الكبير. أي في هذه الحالة لدينا سي اش، هذه نكتبها في البسط، على ماذا؟ على سي ا، الضلع الكبير، الضلع الصغير على الضلع الكبير سي ا. أيضا في المستقيم المتقاطع الآخر لدينا عند نقطة التقاطع دوما سي ام، على ماذا؟ على سي بي. جيد، بقي المستقيمان المتوازيان اللي هما المستقيمان باللون الأحمر. لدينا هنا الضلع الصغير الذي هو ام اش، والذي نريد حسابه ام اش على ماذا؟ على ابي. هكذا نكون قد كتبنا الكسور المتساوية الثلاثة. وحذاري دوما، شرط يجب أن يكون هناك مستقيمان متقاطعان ومستقيمان متوازيان قاطعان لهما. حذاري، يجب وجود المستقيمان المتوازيان. بعدها بالتعويض العددي ماذا لدينا؟ لدينا سي اش. أين هو سي اش؟ سي اش هو هذا الضلع غير معلوم. أيضا سي أ وكذلك غير معلوم تساوي سي أم. سي أم معلوم، لماذا؟ لأنه لدي بي أم، لدي بي أم، أي في هذه الحالة تصبح لدينا بي سي، شوف مليح معايا، بي سي يساوي أم سي زائد أم بي. أي لدينا أم سي راح تساوي بي سي ناقص ام بي، ولدينا بي سي كم؟ بي سي 8 ناقص ام بي 2. اذا في هذه الحالة يصبح لدينا ام سي تساوي كم؟ تساوي 6 سنتيمتر. اذا تساوي 6 سنتيمتر، نكتب هنا 6 على سي بي. سي بي لدينا هي 8 سنتيمتر، اي 8 تساوي ام اش. ام اش هو الضلع المطلوب، والضلع المطلوب حسابه نستطيع ان نكتبه اكس، معناته مجهول، اكس على ابي معلوم كم؟ 4 سنتيمتر. اذا في هذه الحالة نحتاج الى كسرين، نحتاج الى كسرين لحساب الاكس، اي لحساب الام اش. ما هما الكسرين اللذان نحتاجهما؟ اكيد سنحتاج هذين الكسرين، لأن هذا كسر لن ينفعنا في الحساب. بعد اختيار الكسرين، معناتها كي نختاروا إكس على 4 يساوي 6 على 8، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نستعمل الرابع المتناسب دوما، دوما، نعم دوما، لحساب الطول باستعمال خاصية طالس. نختار كسرين، ثم عند اختيار الكسرين يجب أن يكون هناك 3 أعداد، معناتها 3 أعداد معلومة، والمجهول الذي أريد حسابه، المجهول هو الطول. إذا لدينا إكس يساوي، نضرب العددين المتخالفين، العددين المتخالفين مع واحد في البسط واحد في المقام، نضرب 6 في 4 ونقسم على العدد المتبقي، العدد الآخر. إذا تصبح 6 في 4 على 8، أي
في هذه الحالة إكس ماذا تساوي؟ 6 في 4 24 على 8 تساوي 3. في الأخير إكس ما هو؟ إكس هو أم آس الذي أريد حسابه، أي أكتب أن أم آس تساوي 3 من دون نسيان الوحدة 3 سنتيمتر. إذا وجدنا أن أم آس يساوي 3 سنتيمتر. والآن ننتقل إلى السؤال الثاني، حساب تانجنت الزاوية AMB واستنتاج قيس الزاوية AMB بالتدوير إلى الدرجة. إذا لدينا 2 حساب تانجنت AMB. لحساب تانجنت AMB يجب أن نحدد الزاوية AMB فقط، ونحدد كذلك المثلث القائم، لأن النسب المثلثية لا نحسبها إلا في المثلث القائم. إذا لاحظ معي، لدينا الزاوية AMB هي هذه الزاوية، إذا AMB، إذا هذه هي الزاوية رأسها AMB، والمثلث هو المثلث القائم ABM قائم في B. والآن نحن نعلم قوانين النسب المثلثية. ماذا يساوي تانجنت الزاوية؟ تانجنت الزاوية AMB يساوي المقابل أو الضلع المقابل للزاوية AMB على الضلع المجاور للزاوية AMB. في هذه الحالة يجب دائما أن تحدد أين هو الوتر، أين هو المقابل، أين هو المجاور للزاوية. إذن الوتر هو الضلع الكبير والذي هو AM، الوتر هو AM، إذن هذا هو الوتر، نستطيع أن نعلمه لأنه مقابل للزاوية قائمة. بعدها يصبح الضلع الآخر هو المجاور للزاوية. ما هو الضلع الآخر؟ لدينا هذه هي الزاوية، الضلع الآخر هو BM، هذا هو المجاور. ماذا تبقى لي؟ تبقى لي الضلع المقابل. إذن يصبح لدينا المقابل لـ AMB هو الضلع AB، والمجاور هو الضلع AMB، أي في هذه الحالة يصبح لدينا تانجنت AMB يساوي AB على AMB بالتعويض العددي. لدينا AB هي 4 وAMB هي 2، إذن هي 2، فتصبح تانجنت الزاوية AMB تساوي 2. هنا حسبت هذه، حسبت هذا تانجنت فقط، هذا حسبته، لكن هو طلب منا أيضا استنتاج قيس الزاوية AMB، أي نكتب استنتاج قيس الزاوية AMB ثم نقوم بالتدوير إلى الوحدة، إلى الوحدة معناتها بدون فاصلة. لدينا تانجنت AMB كم تساوي؟ تساوي 2. وأنا ماذا أريد؟ أريد الزاوية AMB. إذن لكي أحسب الزاوية AMB يجب أن أخذ هذا الرقم 2 ثم أضغط على دوزيام انديف في الآلة الحاسبة ثم أضغط على تانجنت. هذا ماذا أحسب به؟ أحسب به تانجنت، معاكس تانجنت، يسمى معاكس تانجنت، أي حساب الزاوية. في هذه الحالة نحسب به الزاوية، تصبح لدينا AMB الزاوية تساوي، نستعمل الآلة الحاسبة، لدينا 2 ثم نضغط دوزيام انديف ثم نضغط تانجنت، الزاوية هي 63.43، 63.43 درجة. هل نتوقف؟ لا، هو يريد التدوير إلى الدرجة، معناته إلى الوحدة. التدوير إلى الدرجة، ننظر إلى الرقم الذي بعد الفاصلة مباشرة، هذا إن كان 4 3 2 1 0 نأخذ 63 درجة مباشرة،
معناتها نحذف فاصلة ومن بعدها. إذا كان هذا العدد هو 5 6 7 8 9، نضيف للعدد الذي قبله أي 3 نضيف له 1. لاحظ معي أي أن A أم B تساوي، لاحظ أن العدد هو 4، في هذه الحالة لا أضيف شيئا، أحذف الفاصلة وما بعدها، أي تصبح لدينا 63 درجة، وهو المطلوب. وإلى هنا أكون قد انتهيت من حل التمرين الثالث من شهادة التعليم المتوسط 2013. نلتقي في حل آخر، أترككم في رعاية الله وتوفيقه.